كيف أعرف الفن المناسب لي؟ طبعاً إذا كنت نشأتي أو إذا كنت نشأت في بيئة فنية، في الغالب أنت تعرف الفن المناسب لك. إذا ما كنت نشأت في بيئة فنية، ففي الغالب أنت تحتاج أنك تجرب، تحتاج أنك تجرب، تحتاج أنك يعني يمكن تلتحق بدورات، يمكن يعني تكون قريب من أشخاص يحملون هذه المواهب، تشوف شلون يتعاملون معاها، تشوف كيف يتصرفون، تشوف كيف طاقتهم وفقا لهذه الفنون. ممكن أيضا أنك أنت تختار أنك أنت تجرب بدون مدرس، بدون ما حد يدرسك، بدون ما حد يعلمك، بدون ما حد يعطيك تفاصيل. ممكن تمسك ورقة وقلم وترسم، ممكن تفتح الموسيقى وترقص، ممكن تمثل، ممكن مش بالضرورة انك تحتاج تدريس، تحتاج تعليم. لانه في فرق، وارجع اقول في فرق ما بين انه انت تستخدم الادوات الفنية لتحرير روحك، انك انت تتحرر بهذه الادوات الفنية، في فرق ما بين انه انت قاعد تستمتع بهذه الأداة، قاعد تستمتع فيها. يعني ارسم عشان استمتع، لانه انا هذا هذا هذه متعتي، او هذه اللحظه انا ابغى استمتع فاقعد ارسم. في فرق ما بين انا عندي اداه قاعد ادي فيها مهمه اني اتحرر، او عندي فن انا قاعد استخدمه عشان استمتع. لكن طبعا ممكن جدا انهم يتداخلون الفكرتين، لكن مو هذه هي فكرة الكورس. فكرة الكورس انه احنا قاعدين نستخدمهم كأدوات للوصول الى التحرر. عادة الاشخاص اللي يلتزمون بالفنون يصلون الى حالات من التحرر. طبعا تختلف من فن الى فن، تختلف من فن الى فن. في فنون تحرر فيها عالي، وفي فنون تحرر فيها بسيط ومنخفض، يعني مو ذاك الزود، يعني مو تحرر كبير. يعني حسب برضو درجة الإخلاص اللي يقوم فيها الفنان. أقصد فيه إن هو يقدم الفن بصدق، إن هو يعني متسق مع هذا الفن، منسجم مع هذا الفن، قاعد يأدي، مو قاعد يشتغل عشان يستلم، لا، هو قاعد يؤدي الدور، هو قاعد يرسم اللوحة لأنه هو يرسم اللوحة، مو لأنه هو بياخذ مقابل على اللوحة، وقاعد يمثل لأنه هو يمثل، مو لأنه بيستلم مبلغ بعد التمثيل، وقاعد يعني يؤدي هذه الأغنية لأنه هو يؤديها، لأنه هو يعني متسلطن وكذا، يعني عايش جو في عمق المشاعر، هو يؤديها، مو لأنه بيقبض لما يخلص. هذا هو الفنان الصادق، هذا هو الفنان الصادق اللي إذا اندفع له ولا ما اندفع له هو رايح للمرسم حقه، اندفع له ولا ما اندفع له هو رايح للاستديو وقاعد يدندن ويلحن، اندفع له ولا ما اندفع له هو راح يمثل، اندفع له ولا ما اندفع له هو مؤدي لهذا الفن. هذا هو الفنان الصادق، هذا هو الفنان الصادق. ولا يعني كلامي من الفنان المفروض ما ياخذ فلوس، لا عادي ماشي، بس لما يؤدي يكون يؤدي فعلا من قلب، يؤدي مو يؤدي لأنه هو بياخذ فلوس، لأنه هو عايش الدور الحقيقي، عايش دوره كذا مكتمل بهذا الدور. باخذ آخر سؤال يا جماعة. هل من الأفضل نركز على أداة واحدة من هذه الفنون، أو إذا نملك كذا موهبة الأفضل كلها نستخدمها؟ البرنامج اللي أنا صممته هو برنامج فيه عدد من الفنون، مش مخصص لفن واحد، ولكني شرحت كل فن كيف ممكن يساعدك في التحرر. لو كنت مكانك وأتقن عدد من الفنون، يعني خلني أقول مثلا رسم، أنا أعرف أرسم، بالنسبة لي يعني تقييم النفس، يعني أني أعرف أرسم،
التلحين، درست التلحين، درست الموسيقى، ودرست الغناء والتمثيل، درست التمثيل، وكلها قضيت فيها أشهر بالدراسة، يعني مو يوم يومين. وش بعد درست من الفنون؟ درست فنون مختلفة اللي هي رياضية قتالية، بس ما تكلمت عنها لأني مو مقتنعة أنها تدخل من الفنون اللي أنا أتكلم عنها. الشيء اللي أبغى أقول لك إياه أنه لما أنت تكونين تبغين في لحظة كذا من اللحظات تبغين ترفعين من طاقتك، أو ترفعين من شعورك، أو تحسنين من جودة اللحظة، إيش هو الفن اللي راح تختارينه؟ إيش هو الفن اللي راح تختارينه؟ لما تكونين في قاع، في قاع من القيعان، إيش هو الفن اللي راح تختارينه؟ كل هذه الأسئلة كثير مهمة. بالنسبة لي شخصياً اكتشفت إنه في القيعان عندي فنون غير القمم، يعني في القمم في فنون وفي القيعان في فنون ثانية. يعني لما أكون في قاع صعب جداً إني أرسم، لا الرسم هذا قمة، ما هو وضع قاع، لكن القاع وضعها وضع آخر، يعني في فنون أخرى أقدر أسويها في القاع وكثير تساعدني. هذا هو دورك، إنك أنت مع اختلافات الظروف اللي أنت تمر فيها إنك تكتشف ويش الفن المناسب لك، إيش الفن المناسب لك، ومتى في كل ظرف قد يكون مناسب لك فن. لكن من الجيد أن يكون عندك لستة في جيبك على فكرة، أنا أؤمن بهذه الفكرة، عشان كذا أنا درست وتعلمت واجتهدت. ما أقول أني أنا جيدة وفنانة في التمثيل وفي الغنى، لا، كثير يعني أقل من المتوسط، لا التمثيل فوق المتوسط، الغناء أقل من المتوسط، التمثيل أعطي نفسي نجمة، أعطي نفسي نجمة، بس على الأقل أنهم كلهم في جيبك، أنك أنت في اللحظة المناسبة تستخدمهم. وفي أشياء برضو مرات تستخدم بطرق يعني ظرفية، خلنا نقول حسب الظروف. ومرات على فكرة الفنون هبات، لا تنسون هذا الشيء، يعني في الزمكانات كذا تصير في هبات، هبت فن معين، هبت كذا، هبت كذا. فبرضو لاحظوا هذا الشيء. لكن أنا أدعو للتعلم، وأدعو للتجربة، وأدعو إلى أنه أنت يكون في جيبك أكثر من فن، وأدعو إلى أنه أنت تطور الفنون اللي بين يدينك، لأنه راح تستفيد منها بدون أدنى شك. وأدعو إلى أنه أنت تعرف أيضاً بالتفصيل كل فن إيش يقدم لك، كل فن إيش يقدم لك. الشيء اللي أبغى أقول لك إياه أنه البرنامج اللي أنا سويته موجود فيه مجموعة من الفنون كلها تستخدمينها مع بعض حتى تفكين أو تحلين المشكلة اللي أنت فيها. وبرضو ممكن هاي تصير عادة من العادات، لما أنت تتعلمها تصير عادة من العادات. أنا أدعو اللايف كوتشز المهتمين أنهم يساعدون الآخرين أنهم يحضرون هذا الكورس فنون الروح، لأنه في كثير من المشكلات اللي نمر فيها نحتاج أحد هذه الفنون لتحررنا من المشكلة، فراح تساعد أيضاً المدربين أنهم يعني يساعدون الآخرين. هل أقدر أنوي تحرر على الخلفية من كل ما يعيق الوصول للهدف؟ حط النية أيا كانت النية،
من كل ما يعيق الوصول إلى الهدف. وبرضو يفضل أنك أنت تمسكي ورقة وقلم تكتبينهم هذه الأشياء المعيقات اللي أنت تعرفينهم على الأقل، خليهم مكتوبات على ورقة، خليهم واضحات بالنسبة لك. على الأقل هذا الشهر اكتبيهم وخليهم قدامك، إيش هم المعيقات الهدف. ممكن تشتغلين عليهم بشكل أعمق، لكن حطي النية واكتبيهم وشوفي إيش يتجلى معك.